هنتكلم النهاردة عن عبد رباني اتصفى من جواه. فلما اتصفى من جواه بقى عبد لين الجانب، عبد عفو، عبد كريم، عبد متسامح. العبد المتسامح المحب ممكن يكون كل واحد من العباد الربانيين له طريق من طرق الأنبياء. يعني في واحد ممكن يكون على طريق سيدنا يوسف عليه السلام في الحياء والخوف من الله، في حد ممكن يكون على طريق سيدنا موسى في القوة، ممكن يكون حد على قدم سيدنا أيوب في الصبر، ممكن حد يكون على قدم سيدنا عيسى، وده اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. العبد اللي واخد من مشرب سيدنا عيسى عليه السلام، يعني فيه صفات العبد الرباني النبي عيسى عليه السلام. العبد الرباني ده متسامح من جواه، عنده محبة. شوف سيدنا عيسى لما بيفوض الأمر لله سبحانه وتعالى في العباد، فيقول له يا رب إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سيدنا عيسى لما فوض الأمر لله سبحانه وتعالى وقال له أنت عزيز حكيم، هو عارف إن ربنا أرحم بالخلق من أي مخلوق على وجه الأرض. هنا سيدنا عيسى عليه السلام هو عبد تصفى من كل حظوظ النفس فتسامح مع الخلق. والأنبياء لم يكونوا زي ما سيدنا عبد الله بن عباس بيقول، والله ما كانوا بالطعنين وما كانوا باللعنين، يعني لا بيطعنوا في حد ولا بيلعنوا حد، لأنهم عارفين لو دعوا على أحد من الخلق لأهلكه الله. شفتوا سيدنا نوح عليه السلام، وده ممكن حد يقول لك طب ما سيدنا نوح دعا على قومه وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. سيدنا نوح قعد 950 سنة لم يدعو على قومه، يدعوهم إلى الله ولكن لم يدعو عليهم. سيدنا نوح دعوته جاءت لما ربنا سبحانه وتعالى قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يعني قومك يا نوح خلاص ما حدش منهم هيؤمن تاني. هنا سيدنا نوح يا جماعة بدأ يدعو مش عشان حظ نفسه. العبد الرباني ما عندوش حظ نفس، حتى لما بيقتص ويجي ياخد حقه ومش بياخده الحظ نفسه، ولكن لأن قوم سيدنا نوح بدأوا يحاربوا سيدنا نوح وبدأوا يضلوا العباد حتى المؤمنين، قال له إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لكن الأصل إن العبد الرباني يسلم الخلق إلى الله ويفوض الأمر فيهم زي سيدنا عيسى عليه السلام ما عمل، لأنه متجسد فيه صفة المحبة وصفة التسامح. العبد الرباني ممكن يكون على قدم أي واحد من الأنبياء، ولكن ممكن يصل إلى درجة أعلى ويكون على قدم سيدنا محمد فياخد من جميع الأنبياء، لأن سيدنا محمد مشربه جمع فيه كل ما كان في الأنبياء من الصفات الربانية. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن العبودية قال للإنسان الرباني، قال له وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شوف بقى العبد الرباني هيقف مع هذه الآية ويفهم منها إيه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالعبد الرباني فهم من مقام العبودية إنه بيستلزم مباشرة الإحسان، والإحسان هنا مضروب به المثل لأقرب الناس إليك وهو الوالدين. لأنه لو ما كانش الإحسان لأقرب الناس وأكثر الناس فضلاً على الإنسان، يبقى مش هيكون فيه إحسان لأي حد تاني. من مقام العبودية فهم العبد الرباني إنه لابد أن يحسن إلى الخلق، أن يحسن إلى كل من أحسن إليه. فهم إنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من مقام العبودية فهم العبد إنه لابد أن يكون لين الجانب لخلق الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا بيقول له إما يبلغن عندك الكبر. إشمعنى الوالدين يا رب؟ قال له لأنه إما يبلغن عندك الكبر في حال الضعف، في حال انكسار، في حال احتياج، لابد إن أنت تخفض لهم الجناح. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هنا الأمر للعبد الرباني أن يخفض جناح الذل لخلق الله بدءا من الوالدين وانطلاقا بكل الخلق. ولذلك ربنا بيقول عن المؤمنين أذلة على المؤمنين، يعني متواضعين، يعني لين الجانب، يعني سهلين، يعني سامحين، يعني متعاطفين، يعني
ناس اتصفوا بالعفو، اتصفوا بالمغفرة. هؤلاء الناس ماشيين على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واخفض جناحك للمؤمنين، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. العباد الربانيين عباد بينظروا إلى الخلق على أنهم من الحق سبحانه وتعالى، فبيتعاملوا معاهم بالمحبة وبالتسامح، حفاظا على القيم والمبادئ، قصاص بأمر الله سبحانه وتعالى. ليس لحظ نفس، فليس في داخلهم نفس تنتصر أو تشتهي البطش بخلق الله. هؤلاء العباد صفوا نفوسهم لله سبحانه وتعالى، فكانوا متسامحين مع الخلق. العبد الرباني عبد متسامح. طيب متسامح بأنهي صفة يعني؟ هل هو متسامح يعني متساهل؟ يعني مش قادر ياخد حقه وبيقول أنا خلاص هعفو؟ هل هو يعني حد كده سهل إن هو الناس تهضم حقه وتاخد منه اللي هي عايزاه، ولا متسامح إزاي؟ دايما بنقول العفو عند المقدرة. العبد الرباني عبد بيعفو عند المقدرة، خاصة لما أنت تبقى قادر تاخد حقك وبقوة، قادر تنتقم. سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه قتل والده، وجاء أحد الأمراء فاقتص ممن قتلوا الإمام الحسين، وبعدين ظن إن هو حيشفى غليله من جوه، ظن إن هو كان واخداه ملكة الانتقام، لكن سيدنا علي بن الحسين كان رجلا ربانيا، عبدا خالصا وطائعا لله. هذا العبد لم يكن في داخله سخيمة قلب، اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم أسلل سخيمة قلبي. السخيمة القلب يعني الحقد والغشاوة والغش والخداع والمكر، كل الأمور التي تدفع الإنسان إلى الكره والعنف. سيدنا علي بن الحسين لم يكن بداخله رغبة الانتقام، وإنما كان بداخله الحرص على الخلق. فلما جاله الأمير يعني مفكر أنه هيتشفى في من قتلوا الحسين واقتص لهم، قال له ببساطة والله لو جاءوني بالسيف الذي قتلوه به أمانة عندي لأخذته أمانة. هؤلاء الناس إذا أخذوا حقهم فإنهم لا يأخذونه لحظ نفسهم، وإنما لأمر الشرع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه اليهود إلى طعام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل عندهم، فوضعوا له السم في الشاه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أخبرهم بأن هم وضعوا السم في الشاه، كان ممكن الصحابة ينتقموا أشد انتقام، ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلها، فقال لهم لا. وفي رواية تقول لك فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا العبد الرباني اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيضرب لنا أروع الأمثلة في أن احنا نكون متسامحين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ده تطبيق، ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، وبالخلق إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر في حال الضعف، ودول في حال ضعف، وكان قادر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بهم ما يشاء، لكنه عبد رباني نظر إلى الله وصفح عن حق نفسه، وما عرض لها النبي كما تقول الرواية. العبد الرباني عبد متسامح مش متساهل. متسامح يعني يقدر ياخد حق، بس هو شايف ان الموضوع مش محتاج ان احنا نعيش الدنيا صراع. العبد الرباني بيتمثل قول ربنا سبحانه وتعالى ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عليما قديرا. خلي بالك هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ابداء الخير او اخفاءه او تعفوا عن سوء. برضو العفو عن السوء مش لازم يعني يكون على الملأ، ممكن من جواك انت قادر تاخد حقك بقوة، وقادر تاخد حقك تالت متلت، ولكن انت ما بتعملش كده. ليه؟ لأنك مسلم قلبك لربنا، لأنه من بدري قلبك سجد لله، لأنه من بدري انت قريت الإحسان إلى الخلق، فعفيت في الجهر يعني قدام الناس في خناقة حصلت
وانت مسكت نفسك وقلت انا هسيب حقي واتصدق بعرضي لله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت ممكن يبقى الموضوع مش قدام حد، وانت برضو ممكن تقدر تنتقم في السر، ولكن انت ما عملتش دوت وقلت انا مش هعمل كده علشان ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن الزبير عنده ارض مجاوره الارض سيدنا معاويه بن ابي سفيان. العمال بتوع سيدنا معاويه دخلوا ارض سيدنا عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير اتضايق جدا، اتضايق وقال ازاي، وبعدين كتب رساله الى معاويه، وكان معاويه هو الحاكم، وقال له يا ابن اكله الاكباد ان عمالك نزلوا ارضي، واحد يعني رساله قاسيه. اول واحد مسكها هو وزير معاويه، وقال له لو شئت ان ننتقم منه لانتقمنا منه. سيدنا معاويه يرد ويقول له ان عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ننتقم منه، يعني لابد ان نسامح. وكتب اليه رساله وقال له يا ابن الزبير، يا ابن حواري رسول الله، إذا جاءك خطابي هذا فخذ أرضي وضمها إلى أرضك، وخذ عمالي وضمهم إلى عمالك، وإني أقول لك لو كانت الدنيا بيني وبينك لأعطيتك الدنيا وما فيها. هنا بيضرب لنا أروع الأمثلة عن التسامح والعفو في وقت يستطيع أنه هو ينتقم أشد الانتقام، والرسالة جياله على الملأ وهو صاحب عزة وصاحب جاه وصاحب سلطان. لكن العبودية ليها أحكامها، العبودية بتخلينا نتعامل مع بعض بمحبة وتسامح. ممكن ما تكونش في كل الأوقات، بس في أغلب الأوقات هنلاقي كل واحد فينا جواه حتة من العبودية لله سبحانه وتعالى، بتوجهه شمال أو بتوجهه يمين، هي بتكون الحاكم. دايما تقوله يعني خلي فيك حتى حتة عبد رباني، لو مش قادر تبقى كلك عبد رباني، فكن متسامح علشان يبقى لك نصيب من قدر ومنزلة العباد الربانيين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بقى علشان تبقى عارف العبد المتسامح مش عبد متساهل، لا انت عبد ممكن تاخد حقك. ربنا بيقول ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. طب السبيل على مين؟ يعني ايه سبيل؟ يعني مفيش عليهم اي مشكله، مفيش عليهم اي حاجه تتاخد، انت من حقك ان انت لما تتظلم تاخد حقك. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل، انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر، هنا بقى الإنسان اللي بيعفو بيصبر على الإيذاء وبيغفر للخلق، عبد رباني. إن ذلك لمن عزم الأمور، وعزم الأمور ده اللي هو إيه؟ اللي هو صفة الأنبياء، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يعني العبد الرباني لما يعفو ويسامح فهو على درجة كبيرة، هو على قدم الأنبياء أولو العزم عليهم السلام. شوف بقى، تعال أحكي لك قصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هو سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي. سيدنا ربيعة اللي هو سأل النبي أنه يبقى رفيقه في الجنة، اللي احنا قلنا أنه هو عبد رباني. الاتنين النبي وهبهم أرض، إدى أرض لسيدنا أبو بكر وأرض لسيدنا ربيعة، الأرض كانت جنب بعض. الاتنين اختلفوا على عرجون بلح في النص ما بينهم وبين بعض، فسيدنا ربيعة بيقول لك في الحديث اللي رواه الإمام الحاكم في المستدرك، يقول لك فجاءت الدنيا بيني وبين أبو بكر. هنا العبد الرباني بيبقى خايف قوي إن الدنيا تيجي، لأن الدنيا إذا جاءت هيحصل تنافس، وهم أصلا ما بيحبوش يتنافسوا على الدنيا، الدنيا عندهم لا تمثل شيء. فسيدنا ربيعة بيقول فاختلفت أنا وأبو بكر، جاءت الدنيا فحدث الخلاف، فقال لي أبو بكر كلمة فلم أرد عليه. وبعد شوية يعني سيدنا أبو بكر تقريبا زعل، هت فيه، قال له كلمة زعلته، فربيعة سكت لأنه عارف قدر سيدنا أبو بكر. فسيدنا أبو بكر ندم على هذه الكلمة وراح يستسمح. شوف بقى صفات الاتنين عباد ربانيين واقفين جنب بعض هيعملوا إيه.
راح سيدنا أبو بكر لسيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي وقال له: يا ربيعة رد علي قولي، يعني اشتمني زي ما شتمتك، رد علي اللي أنا قلته لك، أنا قلت لك كذا قل لي يا كذا. فقال له: لا أرد عليك مقالتك. فقال له: يا ربيعة رد علي مقالتي، قل لي زي ما قلت لك. فقال له: لا يا أبا بكر. مرة الثالثة مرضيش، قال له: والله إن لم ترد علي لشكوتك إلى رسول الله، يعني أروح أشكيك. إيه ده، سيدنا أبو بكر هو اللي زعق له، هو اللي شتمه، وقول أروح أشكيه كمان لرسول الله؟ فالناس اللي واقفين شايفين الحكاية اللي حصلت بين سيدنا ربيعة وسيدنا أبو بكر قالوا: عجبا لأبي بكر يسبقه بالقول ويأبى ربيعة أن يرد عليه فيسبقه إلى رسول الله، يروح يشكيه كمان، حاجة مدهشة. فربيع يعمل إيه؟ العبد الرباني اللي قلبه سجد لله، اللي النبي قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني خلاص ما بقاش فيه نفس، قال لهم: احذروا واعلموا عمن تتحدثون، يعني شوفوا أنتوا بتتكلموا عن مين؟ أنتوا بتتكلموا عن أبي بكر. مين أبو بكر؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار والذي جاء بالصدق وصدق به. سيدنا أبو بكر اوعوا تتكلموا عنه، ده ثاني اثنين يعني صديق النبي، يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ربيعة ذهب إلى رسول الله فوجد أبا بكر عنده. شوف بقى النبي يقول له إيه، يقول له: يا ربيعة رد على أبي بكر، يعني يقول له نفس اللي قاله لك. فربيعة قال له: لا يا رسول الله، رفض. قال له: إذن فقل له غفر الله لك يا أبا بكر. فقال له: غفر الله لك يا أبا بكر. شوف التسامح، شوف العفو، شوف العبد الرباني إزاي حول العبودية لله سبحانه وتعالى إلى تعامل إيجابي بينه وبين الناس، بقى إنسان متسامح، بقى إنسان عفو، وكان يقدر في حضرة سيدنا النبي إنه ياخد حقه من غير ما يظلم. ومن قبل هو برضو مش عايز سيدنا أبو بكر، يعني من قبل ما يروح للنبي مش عايز يبقى رايح للنبي وهو غلطان في حق حد، ده بسرعة قوي ندم واستسمحه والتاني سامحه. لكن سيدنا أبو بكر كان يهوى أن يقتص ربيعة وياخد حقه، فقام أبو بكر بعدما قال له ربيعة: غفر الله لك يا أبا بكر، قام أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي من مجلس سيدنا رسول الله. هذه هي أخلاق العباد الربانيين، تسامح ومحبة. وإذا جاءت الدنيا وأفسدت عليهم الحب ده، بسرعة جدا بيتجاوزوا هذا الفساد وبيتجاوزوا هذا التنافس وبيرجعوا تاني لأصلهم العبودية لله سبحانه وتعالى، للتسامح والمحبة وعدم ظلم بعض. هي دي أخلاق العباد الربانيين.